ريان عسكري رقم واحد صادر عن قيادة لواء فجر الإسلام بقيادة المقدم الركن جمال شعبان المعتصم بالله. لقد تم فصل العناصر التالية أسماءهم من كتيبة فرسان الإسلام: أولا أبو علي مصباح، ثانيا أبو أحمد أبو الطيب، وذلك بسبب عدم التزامهم بقرارات قيادة اللواء وقيادة الكتيبة، وهم خارج وحدات وتشكيلات لواء فجر الإسلام منذ تاريخ هذا البيان يوم الخميس 22/11/2012.